قوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال تعالى: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني من بعد ما تبين أنهم ماتوا على الكفر. كيف يتبين لهم أنهم ماتوا على الكفر ولا يعلم بهذا إلا الله عز وجل؟ هذا يؤكد ما قررناه من أن الأحكام في الدنيا تجرى على ظاهرها. فقوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني من بعد ما تبين أنهم ماتوا على الكفر. أيدري أحد أمات هؤلاء على الكفر أم وفقهم الله للهداية فتابوا؟ لا أحد يدري. فنقول إن مثل هذا مرده إلى الله عز وجل، وذلك في اليوم الآخر، فيجازي كل شخص بما عمل. أما نحن فإننا إذا لم نرى عملا يدل على دخول هذا الشخص إلى الإسلام فمات على ما كان عليه، نحكم عليه بأنه كافر وتجرى عليه أحكام الكفر، فلا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يورث، لا يدعى له بالمغفرة. وقوله من بعد ما تبين، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، هذا التقييد وهو التبين مرتبط بحكم له تطبيق في الواقع، وهو الاستغفار للمشركين. ومن ثم فإن هذا التبين إذا كان متعلقا بهذا الحكم وهو الحكم بالظاهر، فيه دلالة على أننا لا نحكم بالأحكام التي تتعلق بالباطل من حيث لعنه بعد وفاته، فإنه لا يجوز أن يلعن. لما؟ لأنه لا يدرى أمات على الكفر أم مات على الإسلام. لكن أحكامنا نحن التي أمرنا الله عز وجل بها أن نتعامل بها مع الكفار نقوم بها. أما القضايا الأخرى التي تتعلق بأمر الآخرة فإنه لا مصلحة لنا نحن المكلفين في البحث عنها. مات على الكفر من حيث الباطن أو مات على الإسلام لا فائدة تعود لنا كمكلفين في التطبيق، لكن الأحكام الظاهرة تفيدنا نحن المكلفين، وذلك كالتغسيل والتكفين والصلاة عليه والترحم عليه، فلا يجوز مثل هذا. أما ما كان أمره إلى الله عز وجل بما سيكون في الآخرة، فإننا لو علمنا أنه مات على الإسلام أو مات على الكفر بما يتعلق بالآخرة، ما الذي سيفيدنا في واقعنا؟ لن يفيد شيئا. ولذلك لا نبحث عن هذه الأشياء.